السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة موجزة من قناة الشروق. تسلم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو أمس توصيات مخرجات ملتقى الإدارات الأهلية للتعايش السلمي لولايتي جنوب وغرب كردفان الذي بدأ أعماله بقاعة الصداقة واستمر لمدة يومين بمشاركة قيادات الإدارة الأهلية للولايتين وقطاعات المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والأكاديميين من أبناء الولايتين. وناشد دقلو القائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان الانضمام إلى مسيرة السلام التي انتظمت البلاد بعد التحول والتغيير الذي شهده السودان منذ 4 أعوام. ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر إبراهيم بالقصر الجمهوري أمس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة. واستعرض الاجتماع نتائج زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيد جان بيير لاكروا للبلاد خلال نوفمبر الحالي ولقاءاته بالمسؤولين بالدولة. وتلقى الاجتماع تنويرا عن قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد تفويض قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي ونسفا والمهام التي تؤديها فيما يتصل بحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي بين المكونات المجتمعية بالمنطقة. أكد وزير الاتصالات والتحول الرقمي عادل حسن دعم الوزارة لخطة ولاية الخرطوم لإكمال منظومة التحول الرقمي حتى تواكب العالم الذي يشهد تطورا كبيرا في هذا المجال لترشيد الأجهزة والمعدات واستقلالها بما يحقق المصلحة العامة ويساعد في اتخاذ القرار وتبسيط تقديم الخدمات. جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة التحول الرقمي الذي نظمها المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بالشراكة مع المركز القومي للمعلومات والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة على هامش معرض السوداني لتكنولوجيا المعلومات. استمع حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة باديه لدى لقائه بمكتبه أمس مدير شرطة الاحتياط المركزي بالإقليم ماهر حمد مصطفى إلى تنوير حول مجمل الأداء والإنجازات التي تحققت بشرطة الاحتياط المركزي والخطط والمشروعات المستقبلية في إطار جهود اللجنة الأمنية بالإقليم. مدير شرطة الاحتياط المركزي الجديد ثمن جهود الإدارة السابقة في إنجاح برامج التعاون والتنسيق مع الأجهزة النظامية الأخرى في سبيل دعم عجلة التنمية والاستقرار بالإقليم، مؤكداً جاهزية شرطة الاحتياط المركزي لدعم العمل المشترك خلال المرحلة القادمة ضمن منظومة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية العاملة بالإقليم. أشاد نائب المدير التنفيذي لمحلية الجبلين آدم محمد سبيل خلال تفقده سير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في اليوم العلاجي المجاني لمواطني الجبلين، أشاد بالدور الذي ظلت تطلع به الشركات العاملة في خطوط أنابيب البترول بالمحلية في دعم الخدمات الطبية والعلاجية للمجتمعات المحلية. جاء ذلك خلال وقوفه على سير اليوم العلاجي المجاني الذي نظم من واقع المسؤولية المجتمعية لهذه المؤسسات. انتهى الموجز، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.